اشرف، مساء الفل، منور الدنيا، واهلا بحضرتك. دكتور ازاي حضرتك يا دكتور؟ وحشني كتير يا ابو كباتن، اخبار حضرتك ايه؟ حبيبي يا دكتور ربنا قدمتك يخليك في اللجنه حبيبي. الفنيه ودلوقتي قالوا لي المدرب العام، انت تستاهل اكتر من كده كمان وانت عارف. لا ربنا يخليك يا دكتور دايما يا رب، حبيبي، ربنا ربنا يعينك يخليك على حبيبي. المنصب، سواء كان مدرب عام او مدير للكوره. طبعا زي ما قلت ان ابناء الاسماعيلي عمرهم ما بيتاخروا عن تلبيه النداء لناديهم لما بيطلبهم، وانت واحد من الناس المحبوبة جدا في الإسماعيلية، واحد من نجوم الفريق على مر عصوره. كابتن أشرف حبيبي يا دكتور ربنا يحفظك يا حبيبي ويخليك. الله يبارك فيك، قول لي شكري خلاص تمام؟ يا حبيبي خلاص. النهارده انتقل رسميا لفاركو، يعني فاركو لمدة، خلاص هو أنا عرفت إن هو راح 4 سنوات مضى خلاص مع فاركو. تماما تمام، كانت في أي مشاكل في الانتقال ولا الأمور سارت بصورة طبيعية؟ لا ما فيش مشاكل خلاص، هو في رضا وفي قناعة ان هو خلاص هو بيختار يعني واجهته وكده. ونادي الاسماعيلي طبعا برضو نفس الكلام، كان عنده نفس الرغبة، طالما انت مش عايز تبقى موجود ما كانش في مشكلة خالص يعني كده. تمام. القيمة اللي حصل عليها النادي الإسماعيلي تقدرت بكام يا فندم؟ يعني انا ما عنديش تفاصيل والله يا كابتن، يعني انا كان عندي التدريب ومشيت وكانوا قاعدين هم بيخلصوا الامور دي، فما معلش طيب خلاص. طبعا انت كنت موجود في اللجنه الفنيه اللي بتبحث احتياجات الفريق، والان اصبحت مدرب عام مع براون المدير الفني الارجنتيني. ماذا عن الصفقات الجديده التي يحتاج اليها النادي الاسماعيلي لاجتياز هذه المرحله الصعبه في هذا الموسم؟ دكتور إيهاب، طبعا زي ما حضرتك قلت النادي الإسماعيلي بيمر بظروف صعبة، لكن في الآخر النادي الإسماعيلي عنده فريق، خلينا نتكلم، لا فريق محترم وعنده لعيبته اللي موجودة، لا لعيبة كويسة جدا جدا. كان في سوء توفيق وكان في بداية كانت صعبة جدا وأسبابها كلها معروفة ومتحللة ومعروف الوضع كان إيه، لكن دلوقتي خلينا نقول ان الكل الحمد لله رب العالمين بيجتهد وبيجري وفي مجهود كبير مبذول عشان يعني يبقى في صفقات تليق باسم النادي الاسماعيلي، وتقدر ان شاء الله تعمل الفارق في المباريات القادمه ان شاء الله. كان في تعاقد فعلي مع كارميرو زي ما الكل عارف، وتم الاعلان عنه، هو لعيب بوليفي، لعيب في منتخب بوليفيا، لعيب كويس جدا، متواجد معانا في التدريبات بشكل اساسي الفتره اللي فاتت، وفي اكتر من لعيب اوصف لي تاني. كابتن في التدريبات مستواه وصل، يعني شايفه ازاي؟ يا دكتور طبعا عارف حضرتك طبعا بتاع كوره، هو ناقصه شويه بس ان هو ينسجم مع الفرقه، لكن هو لعيب مهارته عاليه، لعيب هو اشول، عنده ذكي، بتشوف انت من نوعيه التدريبات اللي بنشتغل عليها بتقدر تحلله، يعني لعيب ذكي جدا، لعيب على جون كويس قوي، رجليه مظبوطه. يعني ممكن نلاقي جون اوتاكا مره تانية في الاسماعيلي يعني هو بنفس مش النوعيه دي، لكن هو لعيب يعني اللي هو رقم 10 كويس عنده لعيب هداف، يعني احنا كويس لما جبناه شفنا دكتور ان هو راجل يعني بيجيب جوان بشكل مميز، دايما متواجد ودايما جوه ال 18، ودي حاجه من الحاجات انت بتشوف فيه لعيبه كتير بتقعد تلعب قدام الفرق لكن ما عندهمش حاسه التهديف، دي اللي غاليه شويه ودي اللي مش متواجده شويه يعني، لكن هو عنده الحته دي. ربنا يا رب يوفقه وينسجم بسرعه، وهو يعني برضو انا بنقول ان انسجامه لا ماشي بشكل كويس، لان هو كورته زينا، كورته زي لعيبتنا وكده يعني، ربنا تمام. يكرمنا نكمل بشكل كويس، لان احنا محتاجين بقى رقم 9 مهم جدا جدا الفتره اللي جايه. في اسماء مرشحه من هنا ولا هتكون من بره؟ لا هو احنا بص يا دكتور كل شغلنا على الملف الاجنبي واللعيبه الاجانب، تمام. فان شاء الله يعني في حاجات في الطريق بنطمن جماهير النادي الاسماعيلي، لا فرقتهم هتبقى كويسه جدا وهيفتخروا بيها ان شاء الله الفتره محتاجين رقم 9 وايه تاني يا كابتن؟ يعني هو القصه كلها في رقم 9، ونتكلم في برضه بعض الاجنحه، لان انت عارف يا دكتور ان بعد التوقف او بعد مباراه كاس الاتحاد او كاس اتحاد الرابطه يعني
هيبقى عندك المباريات هتبقى فيها مشكله كبيره، وهتبقى متلاحقه، وهتبقى انت محتاج يبقى عندك دكه محترمه، ده اللي هيفرق الفرق اعتقد. واعتقد كابتن اشرف كاس الرابطه هيبقى يعني افضل اعداد للفرقه الاسماعيلي قبل انطلاق الدوري من جديد. طبيعي الاسماعيلي والفرقه كلها، لان انت والاسماعيلي بالاخص احنا بنشتغل مش فارق طبعا. بنلعب منافسه وعايزين نبقى متواجدين ونكسب، لكن احنا عندنا برضو الاساس ان انت لا يعني نطور لعيبتنا، في لعيبه لازم تاخد فرصه وتتشاف، يعني عندنا شويه حاجات كده شغالين عليها ان شاء الله، نتمنى البطوله دي ان شاء الله تساعدنا يعني ان شاء الله، وبالتوفيق دايما ان شاء الله كابتن اشرف.